وعلى إثر هذه النشرة الإنذارية فإنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية اضطرابات في حركة السير وانقطاعات بفعل الثلوج، ولهذا فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تهيب بكافة السائقين تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى وتجنب التنقل ليلا ثم الاستعداد القبلي للسفر، وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات. وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير والحواجز الثلجية، وتدعو كافة السائقين إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، كما أنه من الضروري التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية تحسبا لأي طارئ. هذا وتبقى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رهن إشارة المواطنين 24 ساعة على 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية الظاهرة على الشاشة.